حرفيا اني دا احضر هاي الحلقة صرت اشوف الدود بكل مكان، هلقد من شفت صور وسلايدات للديدان. تخيلوا حتى من اغمض عيني حتى انام اشوف الديدان قدامي. مرحبا اصدقائي وصديقاتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح احكي لكم عن اخر جزء من الخروج، تحليل الخروج. نحن حكينا عن شلون نحضر عينه الخروج، شلون نجمعها، شلون نفحصها فيزيائيا، وحكينا شلون نفحصها تحت المجهر، وحكينا عن كل شيء راح يطلع تحت المجهر ما عدا طفيليات الديدان. يعني حكينا حتى عن الطفيليات اللي مو ديدان، وهسه وصلنا فقط الى الديدان. فاليوم راح ناخذ 9 ديدان. هاي 9 ديدان هي اللي ممكن تطلع لك في الخروج. راح ناخذها بالترتيب. فاول شيء راح ناخذ شنو هاي الدوده وشنو طريقه العدوى اللي تنتقل بها للانسان، وراح نحكي عن كل طور ممكن انه تجي فيه هاي الدوده في داخل جسم الانسان. طبعا راح احكي بس عن الاطوار اللي تكون هي في داخل جسم الانسان اللي ممكن تشوفوها بالخروج. اما الاطوار الاخرى اللي تخص مثلا انه اذا كان اكو مضيفين، مثلا مضيف الانسان ومضيف اكو حيوان ثاني اللي هو يعدي الإنسان، فبالتالي أنا راح أحكي بس عن الشيء اللي يخص الإنسان. إذا تحبون تطلعون أكثر عن هذه الديدان أو عن هذه الطفيليات فتقدرون تطلعون عليها بالمصادر. بس أصدقائي قبل أن نبلش في الديدان أريد أقول لكم، هواية تطلبون من عندي إنه أكتب لكم الأشياء اللي دا أحكيها، بس أنا شخص ما يحب الكتابة فجبت لكم هذا الكتاب. بصراحة هذا الكتاب أنا استخدمته لما كنت أتدرب، حتى عندي نسخة قديمة من عنده اللي هي هاي، شوفوا شقد استخدمتها لدرجة إنه يعني منتهية حتى من نام شققة ومن نام شققة، بسبب انه انا كنت دائما خلتها يمي بالمختبر ودائما اراجع من عندها. طبعا هذا الكتاب كلش مهم وكلش يفيد، وتحليل الخروج موجود بداخله، موجود في الجزء الاول وكذلك في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث. طبعا هو الجزء الاول يحتوي على التحاليل اللي هو يخص التحاليل، فهذا تاخذوه وياكم للمختبر تلقون به كل الاشياء اللي تحتاجوها. فأي وقت أنتوا مثلا وقف عندكم أي تحليل أو أي شيء أو تريدون تتأكدون من فت طفيلي، تقدرون تفتحون الكتاب على الخروج تحليل الخروج، وبالتالي تلقون كل الصور اللي تخص هذا الطفيلي. فهذا بالنسبة للي طلبتوه. طبعا الجزء الثاني من هذا الكتاب والجزء الثالث، الجزء الثاني عن الميكروبيولوجي والدم والطفيليات البول والبراز، قلت لكم كذلك يحكي عن تحليل الخروج، وبس يعني بشكل عام هو مو عن التحاليل نفسها بالذات، وانما اكيد اكو بهذا الجزء زرع وما زرع. طبعا بعدين احكي لكم عن الكتاب بالتفصيل، بس هسه بسرعه يعني حتى اللي ظلوا يقولوا لي كتبوا لي كتبينا يكون اكو عندهم تعويض عن انه انا اكتب لهم، لان انا بصراحه ما احب اكتب هواي حبيتي ما احب اكتب. اخر شيء عندكم هذا الكتاب هم يفيدكم بالتحليلات، انه هو عن الامراض اللي هو الجزء الثالث. هذا يحكيكم عن الأمراض اللي ممكن ينصاب بها الإنسان. أنت إذا طلعت عن الأمراض وأنت كمحلل ممكن هواية يفيدك، لأنه أنت بالتالي راح يكون عندك اطلاع واسع. يعني أكيد أي محلل يحتاج إنه يكون عنده اطلاع على كل شيء، بس عموما هسه إحنا نطلع عن الموضوع هواية. فهذا الكتاب هو اللي ممكن ينقذكم من عملية الكتابة، ينقذني من عملية الكتابة، اللي ممكن يساعدكم بالمختبر ويعوض عن إنه مثلا انتم ما تريدون تكتبون وانا ما اريد اكتب، فتاخذون الكتاب وتخلوه بس تقرون قبل اللي تخلوه يومكم من المختبر، اقروه حتى تستفادون، لان انا كنت حرفيا يعني كل ما اتعلم تحليل ارجع اراجع في هذا الكتاب. الحلو انه هذا الكتاب باللغه العربيه، يعني من تفتحوه تقروه كله باللغه العربيه. انا هواي اعتمد مصادر باللغه الانجليزيه، بس باللغه العربيه يعني ما وثقت بغير هذا المصدر. ما اعرف اذا اكو مصادر اخرى بس انا يعني ما طلعت عليها، بس بالنسبة لي هذا الكتاب لاني جربته. بس رجعت طلبت نسخة جديدة لانه اكو مفاجأة محضرت لكم اياها، بس خلوها مفاجأة. اوكي نرجع للطفيليات. عندنا اول طفيلي اللي هو الفاشيولا هيباتيكا اللي هي الدودة الكبدية. طبعا هاي الدودة تعيش في اكلات العشب من الاغنام من الارانب الى اخره، من هاي الاشياء الحيوانات اللي تتغذى على الاعشاب، فبالتالي تبتلع هذه الدودة تبتلع البيوض وتكبر البيوض بداخلها وتتحول الى ميتاساركاريا وساركاريا والى اخره، وبعدين تنتقل العدوى كذلك عن طريق الخضار الى الانسان، لانه من تطرح هي كذلك خروجها الحيوانات راح ترجع تلتصق هذه الدودة في بالنباتات، فبالتالي يبتلع الطفيلي الى الداخل، وهذا الطفيلي راح يروح يعيش في الكبد الى ان ينمو ويصبح دودة كاملة بالغة، وبالتالي كذلك هو يطرح بيوض بدورها تخرج مع الخروج وترجع تنعدي بها الحيوانات وتعيد السلسلة. فإحنا عندنا هنا
انه صار عندنا دورة حياة، بس احنا ما علينا من دورة الحياة. اللي يهمنا هنا انه نريد نفحص بالخروج هذه الدودة. فشلون نعرفها؟ اول شيء راح نلقى بها طورين، اللي هي البيوض والدودة البالغة. خليني اشوفكم اياها واشرح لكم بنفس الوقت. الفاشيولا هيباتيكا عندنا اول طور راح يطلع عندنا تحت المجهر، هو الايجز اللي هما الاوفا. لاحظوا هنا كاتب لكم المجر من 130 الى 150 مايكرومتر لونج، يعني طولها طبعا هي بيضاوية تكون، فبالتالي الطول راح يكون اطول من العرض. طبعا شكلها يكون متميز، لونها يكون اقرب الى الذهبية، وتلاحظون انه عندها غطاء على رأسها، ممكن تشوفوه ممكن ما تشوفوه. يعني لاحظوا هنا شلون مفتوح هذا الغطاء، لاحظوا هنا شلون مسدود، بس يعني يا دوب مبين. وهاي الاصغر من عندهم يجوز حتى مدى تشوفوا. ودائما تذكروا انه انتو هاي هنا بهذا الموقع مكبريها 400 اكس، فانتو راح تشوفوها اصغر من هاي بهواية تحت المجهر، لانه احنا راح نشوفها على عدسة 40، ما راح نشوفها على عدسة 400، فاكيد راح تكون كلش صغيرة. بس دائما تذكروا انه البيضة يكون شكلها متميز، ويكون شكلها مستوي يعني ما يتغير، غير متغيرة الشكل، لانه هي بيضة اصلا، فتكون بيضاوية وتكون واضحة انه هي بيضة، فتذكروا هذا الشيء دائما. طبعا جدارها اذا تدون تميزوها عن الاخريات، جدارها يكون كلش هنا رفيع، يعني الجنين يكون ماليها كلها. ومثل ما قلت لكم تلاحظون انه لها فد قبق من فوق، يعني غطاء، فهذا الشيء اللي يميزها. نجي على ثاني طور من الاطوار اللي ممكن تطلع، هي الادلت فاشيولا هيباتيكا اللي هي الدودة البالغة. طبعا الدودة البالغة كلش متميزة وحجمها كبير، يعني تشوفوه بعينكم، بس يعني مو كبير جدا، يعني هو مجرد 30 ملليمتر، فراح تكون صحيح صغيرة، بس انه يعني تقدرون تشوفوها بعينكم. اذا ما شفتوها خلوها تحت المجهر راح تشوفوها بالتأكيد تكون اكبر. فهي 30 ملليمتر الى 15 ملليمتر عرض، يعني طولها 30 ملليمتر، عرضها يكون 15 ملليمتر. طبعا ما راح تشوفوها بهذا الوضوح لانه هي المليمتر كلش صغيرة، فانتو اكيد اذا خليتوها تحت المجهر تشوفوها بهذا الوضوح، فبالتالي انتو افحصوا الخروج تحت المجهر اذا كانت موجودة راح تبين. نجي على لونها، لونها ممكن انه يكون مو هذا اللون اللي تشوفوه بهاي الصور. ليش؟ لانه هاي حافظيها بالفورمالين، شوفوا أنا ستيند أدلت يعني ما ملونيها وحافظيها بالفورمالين، وهاي ستيند وذ كارمن، فهاي أكيد ملونة، فأكيد أنتم ما راح تشوفوها بهذا اللون، ممكن تشوفوها بهذا اللون. كذلك الفورمالين ممكن يكون ماخذ من لونها، شوفوا هذا لونها هنا داخل الأمعاء، هي أقرب إلى البيضاء وشوية بيها لون يعني على أحشائها ظاهرة بلون معين، فهذا اللون اللي راح تشوفوها بيه. طبعا هاي هنا ماخذي لها صورة بالناظور، يعني هي في داخل امعاء الشخص وهم ماخذي لها صورة. طبعا في حال شكينا بالتشخيص اللي شخصناه تحت المجهر، ممكن انه ننتقل الى تحليل اخر، واللي هو تحليل الاجسام المضادة، يعني نسحب من الشخص دم ونحلله حتى نعرف اذا كانت عند الاصابة موجودة او لا. طبعا الاجسام المضادة تطلع دائما قبل ما تشوفون البيوض. ليش؟ لانه تكون الدودة اوريدي موجودة، فبالتالي تخلي الاجسام المضادة يعني المناعة تقاتلها، فتطلع الاجسام المضادة، فبالتالي من تجون تشوفون البيوض تكون هاي اخر مرحلة بعد ما اتطورت الدودة وحاولت انه تتكاثر فظهرت البيوض، فبالتالي انتو دائما تشوفون يعني تلقون الانتي بودي موجود قبل البيوض. فبالتالي اذا انتو شكيتوا في احدى الطفيليات ممكن انو تقترحون على المريض انو تسووا له تحليل اخر، واللي هو تحليل الانتي بودي، او ممكن حتى تدزوه على الطبيب وهو يرجع بطلب تحليل اخر فقط للتأكد. ملاحظة اخرى اريدكم تنتبهون عليها، انه ممكن يكون الشخص متناول الكبد، يعني هي هاي الدودة مو قلنا انه تعيش في كبد الشخص، فممكن كذلك في كبد الاغنام، فممكن يكون الشخص متناول الكبد يعني رايح ماكل معلاق وبعدين جاي، ف طالع انه هاي مثلا هذا الغنمة اللي هو اكلها تكون عندها الاصابة موجودة، فبالتالي عندها البيوض في داخل كبدها. فاحنا طبعا من نتناول الطعام وين راح يروح؟ راح يروح للمعدة والامعاء، بالتالي ينهضم، واحنا نريد اخر شيء نفحص الاسطول، فهذا الاسطول ممكن يكون يحتوي على البيوض، بس بنفس الوقت الشخص ما عنده الاصابة، يعني احنا شفنا البيوض تحت المجهر بس الشخص ما عنده اصابة، فبالتالي بهاي الحالة راح تكون الاصابة كاذبة.
كذلك أكو موضوع آخر يساعدنا إنه نعرف هذا الشخص مصاب فعلا بهذا الطفيلي أو هاي إصابة كاذبة، هو إنه نسوي له إنزيمات الكبد. تعرفون إنزيمات الكبد اللي هي مثل ما نقول لها وظائف الكبد، إذا تسووا له هاي التحليلات اللي تكشف لكم إنزيمات الكبد، راح تكشف لكم إذا كان الكبد متضرر ومرتفع عند الإنزيمات. إذا مرتفع عند الإنزيمات فبالتالي بالتأكيد أكو مشكلة بالكبد، فبالتالي إنه تشخيصكم للخروج صحيح. كذلك ممكن تسووا له خلايا الدم البيض وبالذات الخلايا الإيزينوفيل، يعني خلايا الحمضة الإيزينوفيل هي أكثر خلايا تكثر في وجود الطفيليات، فبالتالي إذا سويت لها تحليل للوايت بي سي وطلعت مرتفعه وخصوصا الايزينوفيل راح تكون عنده اصابه. بالاضافه الى ذلك ممكن انه تدزوه على منظار او سونار ممكن يسويه، وبالتالي يشوف حاله الكبد شلونها، لانه مثل ما قلنا احنا هذا الطفيلي ياثر على الكبد نفسه. نجي الى الدوده الثانيه اللي راح تظهر عندنا في الخروج، وهي الدوده الهايمينوليبيز نانا. شلون ممكن ينعدي الانسان بهذه الدوده؟ ممكن من خلال تناوله للابقار او الخنازير بدون طهي، يعني حتى لو كانت مطهيه بس مو مطهيه زين والبيوض لا زالت موجوده في داخلها وقدرت هذه البيوض انه تنجو وتدخل الى جسم الانسان وتتكاثر هناك، فبالتالي انه راح يصير من خلال تناول هذا اللحم راح تدخل الى جسمنا وتتكاثر داخلنا. الاطوار اللي راح نشوفها بيها داخل جسمنا هي البويضات والادلت اللي هي الدوده البالغه. طبعا البويضات تكون بيضاوية ولكن مائلة الى الاستدارة، يعني لاحظوا شلون هي شوية بيضاوية بس هي مستديرة اكثر مما هي بيضاوية، تمام؟ فلا هي مستديرة ولا هي بيضاوية، هي بالوسط يعني هيج وهيج. حجمها هو 30 الى 50 مايكرومتر. طبعا هم ما قالوا لكم هنا طولها لانه هي اشبه بالمستديرة، فلانه هي مستديرة احنا عندنا الاستدارة تاخذ نصف القطر، فنصف قطرها خلينا نقول هي 30 الى 50 مايكرومتر، فبالتالي شوفوها على هذا الشكل. طبعا مميزاتها هي انه يكون لها قشرة رقيقة، القشرة الخارجية هاي اول وحدة من الخارج تكون رقيقة، تليها الى الداخل طبقة شفافة اللي هي هاي الطبقة الشفافة، ثم في بعد ذلك يعني يجينا الغلاف الجنيني اللي هو هذا الغلاف الداخلي، بعد ذلك يجينا الجنين واللي يكون عنده 6 أشواك. طبعا هذا الجنين إلى 6 أشواك، شوفوا لاحظوا هنا يمكن مبين 6 أشواك، بس انتو عموما ممكن انه ما تشوفوها تحت المجهر لانه مثل ما قلت لكم هاي مكبرة جدا، بس اللي يتميز عندكم تحت المجهر انه راح تشوفون الطبقات الجدار الثلاثة وراح تشوفون في داخلها الجنين ككل، يعني 1 2 3 4 مناطق تكون بيها، فبالتالي انتو راح تلاحظون هي كلش واضحة تكون تحت المجهر وكلش يعني ظاهرة، فبالتالي انه تقدرون تميزوها كتشخيص. عندنا هنا الادلت، طبعا الادلت تكون متميزة حجمها كلش متميز لانه هي يكون طولها من 1 الى 5 سنتيمتر، يعني سنتيمتر تعرفون هذا السنتيمتر كنا نشوفه بالمسطرة بالابتدائية، ما اعرف اذا بعدتكم مساطر لي هسه، المهم هذا السنتيمتر عندنا من 1 الى 5 يكون طولها، فهي تتميز بانه هي طويلة وتبين بالعين المجردة، يعني تقدرون تشوفوها. عرضها يكون 1 مليمتر، يعني انه تشوفوها كخياط، وهاي هي بالضبط هذا شكلها، شوفوها زين. طبعا اذا خليتوها تحت المجهر راح تشوفون راسها اللي يتميز بانه ب4 مصاصات، تمام 4 مصاصات، طبعا انتم ما راح تشوفون منها غير 2 لانه هي 4 مصاصات على كل الجهات، فانتم اذا خليتوها من جهة واحدة راح تشوفون ممصين، وبنص هاي الممصات راح يكون اكو دائرة واحدة من الاشواك اللي هي هاي بالنص، اذا تلاحظون هنا اكو دائرة وبها اشواك، طبعا ما متميزة كلش واضحة يعني، بس هي اكو هنا دائرة وبها اشواك، اوكي، وهنا هاي الممصات الاربعة. طبعا اكيد اذا خليتوها تحت المجهر راح تميزون راسها، فبالتالي اذا شفتوا الايج البيضاء او الادلت ممكن انه تشخصون. طبعا احنا في التشخيص بالتقرير دائما نكتب الطور اللي شفناه فقط، يعني انا شفت دودة اكتب دودة، شفت بيضة اكتب بيضة، ما اكتب هنا اثنيناتهم، ليش؟ لانه احنا الطبيب يعتمد على التشخيص في اي حالة واصل، فيعرف من خلال اذا وجدت الدودات فيعرف انه اكو دودات.
بس كذلك هذا الشيء مو دقيق، لأنه مرات إنه ما تطلع بالخروج كل الديدان، يعني الديدان ما تطلع بالخروج، أكو منها تطلع بس بيوضها، وأكو منها حتى بيوضها ما تطلع. فالموضوع شوية معقد، فأنتوا اللي تشوفوه اكتبوه، اللي ما تشوفوه لا تكتبوه. بعدين الطبيب هو إما يدز على تحليل أنتيبودي للتأكد، أو يدز على تحاليل أخرى حتى يتأكد، أو يتصرف من عنده يسوي له ناظور أو يسوي له سونار إلى آخره. فإحنا اللي نشوفه نكتبه، وهذا هو شغلنا. عدا عن هذا يبقى يما الطبيب هو حر بتصرفه. وإذا المريض ما جاي من عند الطبيب، انصحوه مباشرة بالذهاب إلى الطبيب، لأنه هذا الموضوع لازم له علاج، وعلاج يعني علاج دقيق، إنه فعلا يتعالج مو أي لعبة، فلازم يروح للطبيب مباشرة. نجي هسه الى الدودة الثالثة اللي راح تطلع عندنا في الخروج، واللي هي سترونجيلويد ستيركوراليس، اللي هي الدودة الخيطية. هذه الدودة راح تنتقل الى الانسان من خلال ملامسة جلده للتراب. طبعا مو اي تراب، التراب اللي يكون ملوث بهذا البراز تكرمون، اللي يكون اصلا مصاب، يعني يكون التراب اصلا هو ملوث، وبالتالي اجى الانسان قاعد عليه، وهذه الدودة تكون اليرقات مفقسة، فبالتالي تدخل من خلال الجلد. تخيلي تدخل من خلال الجلد وتدخل إلى الدم، وبالتالي من الدم تذهب إلى الرئتين، ومن الرئتين راح تطلع إلى الفم، وبالتالي تعبر على الجهاز الهضمي وتنزل إلى الأمعاء، وهناك راح تبدي تتكاثر وإلى آخره. هاي الدودة والديدان الأخرى اللي تدخل عن طريق الجلد تذكرني بالمحللين اللي ما يلبسون جلوفز، وتذكرني بأهمية الجلوفز، وأنا حكيت لكم عن أهمية الجلوفز قبل في فيديو إنه أشياء لازم تسويها بالمختبر. فاحرصوا على إنه تلبسون جلوفز، تلبسون صدرية، وتتعاملون مع هذا العينات هاي بدقة وحذر، لأنه هم ما خلوا الجلوفز من العدم، وإنما لأنه هي أهميتها كلش كبيرة، لأنه هاي الديدان مو لعبة. عندنا بي هواية أطوار ممكن تطلع تحت المجهر، وأول طور راح ناخذه هو اللارفا. اللارفا ممكن أن تكون بلارفا 1 اللي هي first stage، مثل ما نقول لها، لاحظوا هنا هو معبر عنها بالfirst stage، يعني المرحلة الأولى. وكذلك عندنا اللارفا 2 اللي هي second stage، يعني المرحلة الثانية. فخلينا نشوف هسه الفيرست ستيج شلون راح تطلع عندنا. طبعا دائما اللارفا هاي تتميز بانه اكو داخلها قناة. طبعا احنا ما راح نشوف القناة بهذا الوضوح، لانه احنا ما راح نقدر نكبرها بهذا الوضوح، فاحنا راح نشوف اكو قناة بس ممكن انه ما نشوفها بهذا الوضوح. ولكن هاي اللارفا تتميز بقصر القناة الداخلية. لاحظوا هنا هاي القناة اللي نسميها البوكال كانال، الشورت بوكال كانال تكون في هذه اللارفا، لانه هسه راح ناخذ غير طفيلي، راح يكون عندنا لونج بوكال كانال في داخله. فاحنا هاي اللارفا تتميز بانه هاي اللي بداخلها تكون قصيرة. طبعا ممكن انه تختلط عليكم، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نميزها من باقي، يعني تختلط مع الطفيلي اللي راح ناخذه ورا شوية. فاحنا شو نسوي؟ نميزها عنها بباقي الستيجات مثل الايجز، يعني البيوض او الادلت. فهسه خلينا نشوف شنو اللي نقدر نميزه هنا. فمثل ما قلت لكم هذا هو شكل اللارفا، مجرد تشوفون هذا الكائن تحت المجهر فاعرفوا انه عندكم انتو لارفا هنا، يعني ياقه، وهاي اليرقه عندها مشكله. طبعا لاحظوا هنا عندنا هاي الصور الاخرى من اللارفا، مأشر لكم طبعا هو بالأروز اللي هي الأسهم. فعندنا الريد أرو، هذا شتنو دي شوفنا؟ دي شوفنا الكنال of the genital، يعني دي شوفنا القناة التناسلية هنا. البلو أرو دي شوفنا هنا؟ دي شوفنا الإيسوفيجال بال اللي هو المريء اللي دي يتكون في داخل الدودة. فهذا هو شكله. طبعا انتم ما راح تقدرون تميزوها بهذا الوضوح، ولكن اريدكم تلاحظون الذيل اللي عند هاي اللارفا، لاحظوا شلون رفيع وكلش دقيق في النهاية. لاحظوا هنا اللارفا بالستيج 3، ال 3 يعني لارفا 3، هذا ثالث ستيج منها، وهذا اللارفا في رابع ستيج منها. فاحنا هذا كله نعتبره لارفا، ما راح تقدرون تحت المجهر تفرقوها هواية، بس حاولوا اذا قدرتوا انه تفرقوها فرقوها. هي تتميز فقط بانه يكون عندها الشورت بوكال كانال. نيجي على الادلت، الادلت راح نقدر نميز بسهولة اكبر من
الأعرفة. فإحنا هنا عندنا الأدلت، شوفوا عندنا الأدلت أول شيء إنه هي منفصلة الأجناس، فعندنا الميل هذا الميل، وعندنا الفيميل اللي هي هاي. طبعا هنا أكو فيميل اللي هي الأنثى البالغة، وكذلك عندنا هنا لارفة صغيرة يمها. أوكي، اللي يميز الذكر عندنا هنا هو انه يكون اول شيء طبعا بشكل عام الديدان تكون الذكور منها تكون نهايتها ملفوفة مقوسة، ويتميز هذا الذكر بانه عنده هاي الشوكة. حتى كاتبين لكم هنا note the presence of the spicule، يعني لاحظ وجود الشوكة اللي تخصه. وعندنا هنا الأنثى نهايتها تكون عدلة. بالإضافة إلى ذلك كاتب لكم هنا note the developing eggs in the adult female، يعني لاحظوا إنه في داخل الفيميل بيوض ذا تنمو وتتكاثر، فبالتالي هي تريد إنه تضع البيوض. هاي هي الفيميل، فصار عندنا هسه الادلت ميل عنده السبيكيول، وعندنا الفيميل ممكن تتميز بالبيوض اللي بداخلها. لاحظوا هذا ميل اخر وعنده كذلك السبيكيول هنا، وعندنا كذلك هنا فيميل اخرى واللي هي تحتوي على البيوض كذلك. طبعا نهاية هذه الدودة تتميز بانه هي رفيعة. لاحظوا صورة هاي الدودة في داخل الخروج حتى تقدرون تميزوها اذا اجتكم داخل الخروج. اخر شيء عندنا من هاي الدودة هي البيوض. لاحظوا البيوض هنا، هذه البيوض لازم تنفحص مباشرة، هاي العينة يعني مباشرة بس ينطوك العينة أصلا تفحصها تحت المجهر. ليش؟ لأنه صعب جدا أنه تحصل على البيوض إذا تركت العينة، لأنه رأسا راح تفقس بسبب البرودة، من تبرد راح تفقس البيضة، وبالتالي راح تصير يرقات حتى تروح تعدي أشخاص آخرين، لأنه هي هاي الدودة أساسا تعدي من خلال أنه هي تخترق الجلد. فهي شلون تخترق الجلد؟ لازم تتحول إلى يرقة، فهي مباشرة من تحس بالبرودة تعرف أنها صارت خارج جسم الإنسان، فبالتالي تفقس حتى تعدي أشخاص آخرين. فإحنا لازم رأسا أن نفحصها، وإلا راح يصير عندنا خربطة مع الديدان الأسطوانية، لأنه مثل ما قلت لكم هي مجرد ميزة واحدة نقدر نميز بيها الديدان اليرقات، يعني اليرقات اللي تخص هاي الدودة عن اليرقات الأخرى، وما نقدر نشوفها تحت المجهر. حتى إذا قدرنا نشوفها ما نقدر نميزها زين، اللي هي الشورت بوكال كانال، إنه يعني يكون عندها القناة الداخلية تكون ضعيفة، عفو قصيرة، فبالتالي إذا تركناها راح تصير عندنا ما نعرف نميزها، لأنه لازم نسوي لها تشريح كلش دقيق حتى نعرف، يعني مو تشريح انه نفسخها، بس انه يعني لازم نوضحها بالمجهر لدرجة انه نعرف نميزها، وبالتالي راح يصير صعب علينا. فانتوا رأسا مباشرة افحصوا العينة حتى اذا كانت هذه البيوض موجودة مباشرة تعرفوها زين. في حال ما عرفتوها وتأخرت العينة عليكم، كتبوا انه شفتوا اليرقة، وكتبوا انكم شفتوا يرقة ما قدرتوا تميزوها للنوعين، وتحطون سلاش بين الاسمين. الدودة اللي بعدها اللي راح ناخذها هي الانكلوستوما دودينال، او بعضهم يسموها الانسلوستوما دودينال، المهم ايا كان اسمها فهي هاي الدودة اللي راح ناخذها. اكثر شيء شائع اسمها بالانكلوستوما. طبعا هي هاي نفسها الدودة اللي تسمى هوك وورمز. الهوك وورمز اللي هي الدودة الشصية، طريقة العدوى بهذه الدودة كذلك نفس الدودة اللي قبلها، ممكن من خلال ملامستكم للتراب الملوث، بالتالي يدخل هذا الطفيلي إلى داخل جسمكم عن طريق الجلد، ومنه إلى الدم، ومن الدم إلى الرئتين، ومن الرئتين إلى الفم، ومن الفم إلى الجهاز الهضمي، وترجع نفس السالفة تنعاد، وانه تصير تقعد هناك الدودة وتتكاثر وتسوي بيوض، وبالتالي احنا نشوف البيوض او نشوف الدودة البالغة في الخروج. عندنا اول ستيج راح تظهر به هاي الدودة تحت المجهر هو الايج، واللي هو الاوفا. تظهر هاي الاوفا في الخروج بعد شهرين من الاصابة، يعني بعد ما تدخل الدودة بشهرين يلا تضع البيوض في الخروج، فبالتالي احنا ما نشوفها الا بعد شهرين من الاصابة. غلاف هذه الدودة رقيق جدا، وهي عديمة اللون مثل ما تشوفون، انه غلاف ما له لون يعني، واللي في داخل الدودة الى شوية لون، بس يعني هي بشكل عام انه تكون ما لها لون متميز. يعني تكون ابعاد هذه البيضة طولها من 60 الى 75 مايكرومتر، والعرض يكون من 35 الى 40 مايكرومتر. ومثل ما تشوفوها امامكم الها شكل كلش متميز، طبعا اكو مساحة
بين الجنين والقشرة الخارجية. وطبعا مثل ما قلت لكم انه هاي البيوض مكبرة على 400 اكس، انتو لازم تذكرون دائما انه راح تشوفوها بشكل اصغر. فلو عندي اني صور كان نزلت لكم اياها، بس للاسف ما قدرت انه اجيب لكم صور، بس هاي اكثر صور واضحة واسهل صور ممكن تحفظون الشكل من خلالها. الستيج الثاني اللي ممكن نشوفه تحت المجهر هو اللارفا. اللارفا تكون من 250 الى 500 مايكرومتر طولها، عرض مالتها من 15 الى 20 مايكرومتر. فمثل ما تشوفون هاي هي اللارفا امامكم، وهي تتميز باللونج بوكال كانال. مثل ما قلت لكم تميزوها على الخيطية فقط باللونج بوكال كانال، بس للأمانة تحت المجهر ما راح تقدرون تفرقوها لأنه ما راح تكون بهذا الوضوح. طبعا هم هنا مشتغلين عليها هواية فموضحيها إلى هذه الدرجة، فبالتالي مثل ما قلت لكم حاولوا أنه تشتغلون العينة بأسرع وقت ممكن حتى تقدرون تلحقون على البيوض وتشوفوها. وعندنا كذلك مسوي لكم كلوز أب على نهايتها. مثل ما قلت لكم الدودة الخيطية تتميز بنهايتها الرفيعة، وهي كذلك عدها نفس النهاية، فعدها هي النهاية نهايتها راح تكون مستدقة بهذا الشكل، فانتم ما راح تقدرون تميزوها بكل الاحوال. فبالتالي نركز على انه نشوف البيضة قبل ما تصير لارفا. عندنا هنا الادلت مصور لكم راسها لانه هي تحتوي على تيث، فدي يريد يشوفكم التيث اللي يخص الانكلوستوما. طبعا هاي الانكلوستوما مو هاي، تمام؟ فانتم ركزوا على هاي. هنا دي يقول لكم ركزوا على الكاتينج تيث اللي هي اسنانها اللي من خلالها تقدر ان تخترق الجلد وتدخل الى الدم. نفس الطفيلي السابق عندنا هذا الطفيلي كذلك، اذا تاخرنا عليه راح تفقس البيوض وبالتالي تظهر لنا اليرقات. فمثل ما قلت لكم انتبهوا على توقيت فحص العينة. بشكل عام كل ما كان الخروج مائع اكثر، يعني كل ما كان يميل الى الاسهال اكثر، فانتوا حاولوا تسووه باسرع وقت ممكن، لانه يكون كل ما كان مائع اكثر يكون بمشاكل اكثر، فهاي المشاكل اذا اخرناها راح تكون عرضة للتغيرات. فاحنا شنو نريد نسوي؟ نريد انه نحافظ عليها بحيث انه نشوفها باسرع وقت ممكن حتى يكون التشخيص دقيق قدر الامكان. الطفيلي اللي بعده هو دودة الاسكارس اللي هو الاسكارس لمبيركويدز. هاي الدودة تلم كل الاشياء، يعني شو تسوي؟ اول شيء تدخل عن طريق الطعام الملوث، فتدخل الى داخل الامعاء، وبالتالي هناك شو تسوي؟ تخترق الامعاء الى الدم، وتروح من الدم الى الرئتين، ومن الرئتين الى الفم، وترجع مرة ثانية الى الامعاء. ما اعرف هي ليش تتلعب هاي اللعبة، بس المهم هاي دورة حياتها، هي تفقس البيوض في داخل الامعاء وتنتقل للدم كلارفا كيرقة، وبين ما توصل مرة ثانية للحلق وترجع تنزل تكون هي صارت دودة بالغة. فبالتالي ممكن انه يتقيأ المريض، تكرمون، ممكن يصير عنده مشاكل لانه دودة هنا تمشي، فتخيلوا لا تتخيلون اصلا. والمشكلة انه هاي الدودة مو بس انه تسبب هاي الاشياء، ممكن حتى انها تبقى في الرئتين وتسبب التهابات تنفسية كارثية، فهنا راح يصير عندنا المشكلة مشكلتين. فهاي الدودة كلش خطيرة، ركزوا عليها وديروا بالكم ولا تنسون الجلوفز. الاسكارس عندنا اول ستيج منها هو الانفرتلايزد ايج، البيضة الغير مخصبة. طبعا عندنا في دودة الاسكارس نوعين من البيوض اللي هي مخصبة وغير مخصبة. فعندنا هاي البيضة الغير مخصبة تكون متطاولة مثل ما تشوفون في هذا الشكل امامكم، انها متطاولة تكون اكبر من المخصبة عادة، ويكون طولها 90 مايكرومتر، بينما المخصبة تكون من 45 الى 75 مايكرومتر بالطول. تمام، فتكون طولها 90 مايكرومتر، والقشرة تكون ارق من في المخصبة، وكذلك الطبقة الخارجية من هاي البيضة تكون متعرجة مثل ما تلاحظون اكثرها تعرجات. هاي ثلاث صور قدامكم. نجي الى الطور الثاني اللي هو المخصبة. الفيرتلايزد ايج تكون اكثر مائلة الى الدائرية، يعني تكون اكثر شيء دائرية اكثر منها طولانية، تمام؟ مثل ما قلت لكم 45 الى 75 مايكرومتر يكون طولها، قشرتها تكون سميكة
مثل ما تشوفون، لاحظوا شلون القشرة تكون سميكة والجنين في داخلها. الطبقة الخارجية من هاي القشرة تكون مملوءة ولونها بني مصفر، يعني مثل ما تلاحظون انه هي مو شفافة وانما تكون اكثر مظلمة وتكون لونها بني مصفر، يعني بين البني وبين الاصفر. بعض الاحيان تكون هاي الطبقة الخارجية مختفية يعني غير موجودة، لاحظوا هنا شلون رقيقة شوية وفي بعض الاحيان اصلا تكون مختفية. فهاي هي البيضة اللي تخص الاسكارس، لاحظوا انه شوية تكون تشبه شكل النانا، بس النانا تكون اكثر شي شفافة، هاي لا تكون مملوءة معتمة، يعني في هذه المنطقة الخارجية تكون معتمة وتميل الى البيضوية اكثر من النانا. النانا اكثر شي تكون دائرية اكثر، زائدا انه الجنين بأننا يكون بأشواك فيظهر كأنما مخطط، اما هنا يكون الجنين اكثر شيء دا يتكاثر، يعني الخلية اللي بداخل هذه البيضة تكون دا تتكاثر دا تنقسم، يعني فتبين عندكم خليتين او ثلاثة او حتى تكون تصير بهذا الشكل كجنين و تظهر يعني بشكل واضح وتتميز بشكل كبير. لاحظوا في هذه البيضة شلون اللارفا دا تطلع من البيضة، فبالتالي شقت البيضة وخرجت الى الخارج. نجي هسه الى الدودة البالغة. طبعا الدودة البالغة فيها الاسكارس تنقسم كذلك الى انثى وذكر، يعني الانثى منفصلة عن الذكر، فالانثى تكون طولها من 35 الى 20، عفوا من 20 الى 35 سنتيمتر، اما الذكر يكون اصغر فبالتالي يكون من 15 الى 31 سنتيمتر. طبعا من اقول سنتيمتر يعني ما راح نشوفها صغيرة وانما راح تكون كبيرة جدا، لاحظوا هاي اللي حاطيها على المسطرة هنا 10 سنتيمتر، طبعا هاي 10 سنتيمتر او اكثر لانه هي متعرجة فبالتالي مقاييسها صح، يعني لو مديناها راح تكون اكثر ممكن توصل 15 سنتيمتر. طبعا مو من السهل انه تطلع الديدان في الخروج، فاحنا على الاغلب راح نشوف البيوض، ولكن اذا كانت موجودة الدودة راح نشوفها بالتشخيص الفيزيائي يعني بالعين المجردة. طبعا اذا خليتوها تحت المجهر راح تشوفون راسها بهذا الشكل، يعني الانتيرير اند البداية، يعني طرفها البداية يعني نهايتها الاولية الانتيرير، فهذا كلوز اب على الانتيرير اند. طبعا عندنا الذكر هنا، عندنا هذا فيميل وهذا فيميل، فخلينا نشوف اذا كان اكو صورة للذكر. لاحظوا هنا الميل اللي هو ذكر راح يكون معقوف النهاية، طبعا مثل ما قلت لكم انه اكثر الديدان تكون معقوفة النهاية في الذكور،